تحروا الدقة والأمانة في الأخبار، والدقة والأمانة في بعض المعلومات اللي ما فيش ليها مصداقية. كابتن مصطفى، يعني أنا تابعت كده خلال 24 ساعة 48 ساعة بعض الأخبار الخاصة برفض كذا، التصالح مع كذا قبل القضية يوم الخميس. طب يعني أنا عايز أعرف مين اللي عنده الدليل، أو مين اللي لديه الدليل، ومين اللي قال ان المستشار مرتضى عرض التصالح مع حد؟ يعني ان كان لو كان هناك بعض الجهات عرضت التصالح ما بين الاثنين واحتواء الموقف في بعض الاحيان عشان مصرنا الحبيبه، واحد مد ايده وواحد لا، واحد وافق وبادر بالموافقه وواحد لا، انما مش عايزين نقول اخبار في وقت معين لصالح حد معين. وليه الاخبار دلوقتي قبل القضيه؟ وخاصه ان احنا تعودنا من زمان ان احنا ما فيش تعليق على احكام القضاء طبعا، صح، على احكام القضاء مفيش تعليق ان انت تطلع تقول وتتكلم قبل الحكم في قضيه معينه. لان لو حصل، يعني المستشار مرتضى وانا بشكره والتزامه الصمت والهدوء قبل الايام دي، راجل قانون يا خالد، راجل قانون ومتمسك بهدوء ورزانته، لو خرج واتكلم هتبقى القصه كبيره. ولا انا غلطان؟ عشان كده بنتكلم في ايه؟ مصلحه البلد فين؟ ايوه، انا ممكن اقول كلمه دلوقتي تشعل الدنيا كلها. بالظبط، فاللي قال الكلمه دي بيشعل الدنيا قبل القضيه. بالظبط، يعني مثلا انا ما طلبتش الصلح. انت بتقول ليه رفض الصلح؟ هو مين طلب الصلح؟ وانا اعلنتها ان انا عايز الصالح، وانت بترفض. انت بتكتب من عندك ليه؟ بالظبط. تاني حاجه، لو في مسؤولين دخلوا ماشي، احنا على البلد عايزه تهدى وفوق راسنا طبعا، والتدخل للمصلحه. مفيش حد طلب الصلح، فانت بتقول احنا رفضنا الصلح. رفضت من مين؟ هو مين اللي طلب؟ مين اللي دخل؟ بالظبط. بس لا، ومين اللي سمع؟ يعني يعني طب انا ممكن اكتب دلوقتي وانا قاعد دلوقتي يا خالد، ممكن اكتب كلمه على كابتن مصطفى حضرتك اوقعكم ببعض دلوقتي ثانيه. جمال، انا لقيت صفحتين باسمي على السوشيال ميديا. هو كلام سهل، عشان كده صفحتين. انا مع مصطفى يونس، صفحتين باسمي. بص يا كابتن، وانا ماليش علاقه بيهم. بعد اذنك يا كابتن مصطفى، انا مع كابتن مصطفى فعلا ان لازم يبقى في قانون، ومجلس النواب يسن القانون دوت، ان اي حد يغلط على السوشيال ميديا لازم يتحاسب. لا، وفي رقابه على الاخبار، علشان الدنيا بقت مولعه. ليه عايزين يولعوا مصر؟ ليه عايزين يولعوا مصر؟ ليه؟ ما الهدف البلد، مش الهدف اهلي وزمالك. الهدف مصر، صح، البلد. وزي ما قال سياده الرئيس، مصر مستهدفه لحد يوم القيامه. ما ده من ضمن الاستهداف اللي بيحصل ما بين الناديين الكبيرين، صح، جماهيريا. في فرق بين يا كابتن مصطفى، في فرق بين ان انا هدي وفرق ان انا اطلب. بالظبط. لا، انا بهدي، بهز الموضوع، بهدي. لا، وبعدين هاخد من كلام الكابتن مصطفى وكلام سياده الرئيس، ان سياده الرئيس اكد اكثر من مره الكورة، ان الرياضه امن قومي. بالظبط. فلما انا اهدى والتزم بالمبادره او بالعكس، ده شيء يشرفني ان انا اكون طبعًا بحافظ على مصلحه بلدي طبعًا ووطني في هذا التوقيت. فيعني نرجو تحري الدقه يا جماعه، لان على مسؤوليتي الشخصيه مفيش حد عرض ومفيش حد رفض. لو هناك بعض الجهات او بعض الاشخاص تدخلوا، بعض المسؤولين تدخلوا لعمل مبادره في هذا التوقيت لمصلحه البلد، يشكروا، لان هم عايزين مصلحه مصر. ما لما ناس كبار بتتدخل يبقى دي مصلحه بلد طبعا، يعني قالب به، قالب به مصلحه وطن. بالظبط. لما ناس كبار يتدخلوا لتقارب الناس مع بعض، ده يبقى الناس شايفة ايه اللي ممكن يحصل بعد كده. وخلينا نتكلم بأمانة برضو كابتن مصطفى وحضرتك، زي ما قلت سيادة المستشار راجل قانون وراجل له بعد طبعا نظر، وله خبرات تراكمية كبيرة جدا جدا جدا، وله العديد من القضايا. ما شفناش حد يقدر يتكلم عن قضية او قبل الحكم. قبل الحكم طبعا، انا عايز اعرف بتولع الدنيا ليه؟ ليه؟ لا يعني انت كده معنى كده بتقول ان الحكم في اتجاه معين، فانت يعني هندخل في قصص كبيره جدا ما ينفعش ان احنا نتكلم فيها. فاتمنى يعني مراجعه الامور، ويبقى في رقابه وتقييم لكل الاخبار المغلوطه وكل الاخبار اللي بتنزل في كل المواقع وفي كل الصفحات وفي كل في هذا التوقيت المهم جدا 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 لبلدنا. بطمن يمكن جماهير نادي الزمالك على الصفقات الجديده، ويمكن المستشار مرتضى منصور والاستاذ عبير مرتضى منصور كانوا في يمكن اتصالات هاتفيه معايا قبل ما نطلع لحضراتكم على الهواء مباشره. بطمن كل جماهير الزمالك، هناك صفقات من العيار الثقيل
اوعوا برضو زي ما انا بقول على الاخبار اللي فاتت دي، اوعوا تمشوا ورا الاخبار اللي في بعض الصفحات وبعض المواقع ان الزمالك تعاقد مع كذا. لا، الزمالك تعاقد مع كذا، ولا حد يعرف مين الزمالك تعاقد معاه حتى هذه اللحظه. وتاكيدا للي انا بقوله لكم ان كل المواقع وكل الصفحات قالت لك الزمالك تعاقد مع يحيى جبران لاعب نادي الوداد، وخلاص عمل مع عقد مع امير وقعد مع المستشار وعملوا عقد مع نادي الزمالك، وفي النهايه الوداد البيضاوي جدد ليحيى جبران النهارده عقده لسنوات عديده. لكن اللي انا بطمن يا خالد، انا ممكن وانا قاعد دلوقتي اقول لك بالظبط كده، اقول لك خالد في نادي الزمالك، كابتن مصطفى في نادي الزمالك، جمال عبد الحميد في نادي الزمالك، وانا قاعد بكتب وده يتناول وده يتناول وده يتناول، والدنيا ماشيه، واصلا احنا قافلين على نفسنا قوي قوي، ما فيش ولا خبر بيطلع ولا حد بيصرح ولا حد بيقول. ورغم ذلك وانا قاعد كده ممكن اشعل الدنيا واقول دولت في نادي الزمالك، دولت في نادي الاهلي، دولت مش عارف. لازم يبقى في ضمير بقى، ضمير، عايزين نتكلم في الضمير بقى. بص مش مصداقيه، لا عايزين ضمير. ده اللي هو مجدي كريشه، ده كان لعيب في نادي الزمالك ولعبنا ضد بعض، نقعدوا مجلس اداره كمان في نادي حرس الحدود بالظبط، لعبنا ضد بعض واحنا في الناشئين من 16 و17 و18 واحنا على علاقه لحد هذه اللحظه. مش انت بتتكلم على 50 سنه فاتوا. بعت لي رساله: مرحبا بك يا كابتن مصر والنادي الاهلي مصطفى يونس في قناة نادي الزمالك، الأمر الذي يدل على سمو أخلاقك ورقي فكرك، فأنت يا كابتن منذ الصغر وأنت كبير وتضرب المثل دائما لنبذ التعصب، وأنت بهذه الأعمال التي تدل على نبل أخلاق، يعني بمجد، يعني شكرا مستشار مصطفى منصور. طبعا طبعا، لا الفكرة زي ما أنت اتكلمنا وزي ما اتكلمنا في الفكرة وتوقيتها كابتن مصطفى. صبت لا، أن أنت إحساسك كنادي شعبي وأن المستشار مرتضى لما نتكلم مع 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 يعني طبعا مجلس إدارة القناة والشركة المتحدة والمستشار مرتضى بيتكلم معاه شخصيا يمكن بخصوص البرنامج، وان احنا كل اسبوع حاول تجيب نجم من نجوم الأندية الشعبية، وان قناة الزمالك بيت الأندية الشعبية ودي نافذة الأندية الشعبية للدفاع عن حقوقهم. في الآخر انت دي روح رياضية، في الآخر انت بتعظم الدور المجتمعي لقناتنا الزمالك، الدور المجتمعي لنادي الزمالك، الدور المجتمعي للرياضة، إن الرياضة في الآخر بتقرب مش بتبعد.